زي ما في أطعمة بتفيد البط وتخليه يسمن، في أطعمة بتضر البط. إزاي الكلام ده؟ يعني في ناس ما عندهاش خبرة في تربية البط ممكن يقدموا نوعية طعام تضر البط، يعني يجمعوا الطعام اللي عندهم البقايا بتاعت الطعام ويحطوه في إناء ويقدموه في آخر اليوم للبط. ومنها الأطعمة الغنية بعنصر الرصاص، يعني المواد الغذائية اللي بتحتوي على مادة الرصاص لما به من أضرار عظيمة قد تلحق بالبط. يعني المادة دي بتسبب أضرار للبط، بتمثل في إيه؟ في إصابته بالضعف والإرهاق، بتسبب ضعف للبط والإرهاق المستمر والإصابة بالكثير من الأمراض. الخبز وهو أشهر أنواع الطعام التي يتم تقديمها للبط، يعني في ناس بتقدم الخبز للبط على إنه يغذيه، وما لا يعرفه الكثير أنه يعزز من الإصابة بالأمراض. في ناس كتير ما تعرفش أن الخبز ده هو سبب كثير من الأمراض بالنسبة للبط، ولا يساعد في قتل الآفات، ما بيساعدش على قتل الآفات، ويجذب إليه الحيوانات المفترسة ويخلي الحيوانات تتجمع أيضا عشان تاكل. ويمكن استبداله بالشوفان، يعني بدل الخبز ممكن نستخدم الشوفان أو الشعير أو البطاطس.